الكلمة للسيدة ليلى حاج عرب. تفضلي السيدة ليلى. الزول، لقد فات وقت الحصيلة ولا وقت بدل ضائع لكم، لا منفذ إلا باستقالتكم. الجزائر في انسداد والدولة على وشك الانهيار. كفانا من تحذيراتكم، لستم آهلين لتوعد الشعب والاستهزاء بالجماعة الوطنية. استيقظوا من سباتكم قبل فوات الأوان. Réveillez-vous, monsieur les coopérants. الجزائر أصبحتم تعاملون الجزائر كعملاء، كأجانب. 22 سنة أفقدتم الوطن هيبته وللشعب عزته، عزة الانتماء للوطن. من أزمة إلى أزمة حتى أوقعتم البلاد في هذا الانسداد التاريخي. أكثر من نصف قرن تنكر، احتقار، انقلابات، صراع الزمر والطبقات الحاكمة، الطغيان والاستبداد. سيد الوزير الأول، لقد أهينت المؤسسات طيلة 20 سنة. اغتصبتم التاريخ والذاكرة، سلبتم الإرادة الشعبية وحرفتم نظام الحكم، وأقضيتم أنفسكم ونصبتم أنفسكم أوصياء على 44 مليون جزائري. فكانت حصيلة 20 سنة سلب، تبديد، سرقة للثروات الوطنية. ما سنوا مقدود يطس اغفلن تكونوي سخننا سين تكونوي البطل درسن غف سمورت ذو قدود الزيري غد كونوي سلحكم نمحياف ذو ذبوز ذدرع تشكردان. ولا شافوا صبراني، لا توجد يد أجنبية، الأجانب هم من حكموا البلاد. Comme des coopérants, ils sont comportés comme des coopérants en Algérie. الجزائر سيد الوزير الأول في خطر، الكل يتحسر ويتألم. Vous croyez c'est de gaieté de cœur qu'on parle ainsi. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur نقولوا ما تحذروش ما تسبوش ما تغلوش الشعب الجزائري. C'est parce que nous aimons l'Algérie. On a attiré l'attention, votre attention. On en a parlé. On les a. قلناهم في وقتها. حتى واحد ما سمع، باسكو حنا اجانب، يد اجنبيه. ان يكفو كي اللي تحبوا هذه البلاد بور فو كومبورتي اون فان كونت كوم دي كوبيرون. الجزائر سيد الوزير في خطر، الكل يتحسر ويتالم على مصير هذه البلاد. نناشدكم للتعقل ونحذركم من مغبة الاستهزاء بالإرادة الشعبية. الشارع ينذركم، فلا عليكم إلا بسماع الصوت المكبت طيلة 50 سنة. الجزائر ليست مملكة الأصدقاء. الجزائر عبان بن مهيدي ليست إمبراطورية البارونات ولا إمارة للصعاليك. الجزائر ماهيش حريم السلطان. لقد أغلقتم كل قنوات الحوار، أهنتم العلم والموروث التاريخي لهذا الشعب الجزائري. Les bains de sang, 9 constitutions pour asseoir un pouvoir absolu, 1000 milliards pour 20% de chômeurs, une secte pour ruiner l'Algérie. في الأخير نقولوا 50 ans de règne pour se rendre compte que le véritable colon, il est toujours en poste. C'est le maire.